ما زال فيلم شارع الهرم يواصل تفوقه على جميع الأفلام المعروضة بدور العرض بعد أن تصدر قمة الإيرادات، وهو ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه في عيد الفطر الماضي. الفيلم بطولة سعد الصغير ودينا والإخراج لمحمد شورى في أولى تجاربه السينمائية. هو بس هو اني وهبته حب، هو والنبي هو ليه هو اللي ساكن في قلبي. عرفنا ان هو اسمع بس والنبي هو خليك بقى ليه اللي جاني يا من زمان يا الشقة. دول بناتك عم هندي. اخس عينيا بتحبك وروحي بتحبك، ده يبقى ايه؟ ده يبقى الإيمان في البيت مربكين. ما اتجوزتيش ليه؟